أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم ما بعد، ودرسنا اليوم في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما زلنا في كتاب الحلال والحرام، وفي المسار الثاني هو ما يستند الشك فيه إلى سبب في المال لا في حال المالك. وآخر مسألة ذكرها الشيخ، قال: مسألة سئلت عن جماعة من سكان خانقاه الصوفية. والخانقاه دي اللي هي الخنكة، يعني دي كانت مساكن يعني في البلاد يسكنها الصوفية، زي ما يقولوا احنا خلوات، يعني خلوات يتعبد فيها الصوفية اللي هم المتفرغون للعبادة. هذه معنى كلمة الخنقة دي، فمعناها ايه؟ الخلوات. بعدين قال: وفي يدي خادمهم الذي يقدم إليهم الطعام وقف على ذلك المسكن، ووقف آخر على جهة أخرى غير هؤلاء، وهو يخلط الكل وينفق على هؤلاء، فأكل طعامه حلال أو حرام أو شبهة. ده السؤال اللي وجه للإمام أبي حامد. مضمون السؤال إنه جماعة من الصوفية متفرغون للعبادة، يجلسون في الخلوة اللي هي الخنقة دي، والخادم ينفق عليهم ويطعمهم من طعام، لكن هو زي ما تقول مسؤول عن وقف على الخنقة دي، يعني يعتبر وقف عليهم هم، لكن مسؤول عن وقف ثاني. طبعا احيانا نظار الوقف احيانا يكونوا ايه؟ جهلاء، فبيخلط ريع الوقف ده على ريع الوقف ده. طبعا شرعا المفروض ما يخلطش، المفروض يعني يخلي كل مصرف وقف وحده، لانه شرط الواقف كحكم الشارع. يعني مثلا الوقف على المسجد غير الوقف على المدرسة، مفروض ما نخلطش ده على ده، ده مصرف وده مصرف. لكن هو على أي حال بيخلط الريع ده على الريع ده. فإيه حكم مثلا الأكل، يعني حكم أكل هؤلاء الصوفية من هذا الطعام الذي يقدمه الخادم الذي يخلط ريع الوقفين على بعض؟ ده برضو من مسارات الشبهات. فشوف الشيخ بيقول ايه عاد. قال: فقلت ان هذا يلتفت الى سبعة اصول. شوف هيمحض المسألة ازاي، يعني عشان يفتي في المسألة دي يعني فرع منها سبعة اصول. قال: الاصل الاول، وبيفترض طبعا افتراضات ويبين كل افتراض حكمه ايه، نقول الأصل الأول أن الطعام الذي يقدم إليهم في الغالب يشتريه بالمعاطاة. احنا قلنا المعاطاة اللي هي من غير صيغة في البيع والشراء،
يعني يعطي مثلا الجزار أو يعطي الخباز الفلوس ويأخذ منه من غير كلام، ويأخذ منه من غير كلام، يعني حاجة مسعرة هو يحط الفلوس ويأخذ الايه السلعة. والمعاطاة جائزة عند الايه جمهور العلماء، والذي اخترناه صحة المعاطاة، لأنه يعني هو الإمام الشافعي اللي لم يجزها، لكن باقي العلماء أجازوا، لأنه دي في غالب البلاد تتعامل بالمعاطاة، يعني خصوصا الأشياء المسعرة دي بالذات كل شيء عليه تسعيرة، فبيحط الفلوس ويأخذ السلعة ويمشي من غير ما حد يتكلم، زي بيع الخرصة كده مع بعض. هذه معنى المعاطاة، يعني زي بيع الأخرس. قال لا سيما في الأطعمة والمستحقرات، فليس في هذا إلا شبهة الخلاف. طبعا الخلاف اللي هو الجمهور بيجوز المعاطاة والإمام الشافعي يمنع المعاطاة، ده بالنسبة لشراء الطعام اللي هو بيقدمه للصوفية. يقول يعني ما فيش مشكلة، يعني مدام جمهور العلماء أجاز البيع ده فهو صحيح. الأصل الثاني قال أن ينظر أن الخادم هل يشتريه بعين المال الحرام أو في الذمة، فإن اشتراه بعين المال الحرام فهو حرام. يعني لو هو عرف مثلا أنه الفلوس دي من ريع الوقف اللي هو الثاني مش الوقف اللي هو على الصوفية، يبقى كده حرام. لو هم عرفوا أنه بيشتري الطعام من ريع الوقف الثاني يبقى لا يجوز لهم الأكل، لو عرفوا برضو. ده نوع من التحري، يعني لازم يعرفوا أنه ده إيه، ده مشترى بريعهم، إذا علموا أنه يشتري من ريع غيرهم يبقى ما يأكلوش. قال وإن لم يعرف يعني الثمن اللي بيشتري به، فالغالب أنه يشتري في الذمة، يعني يشتريه بأجل، يعني يأخذ الطعام ويبقى يودي الثمن بعدين. قال ويجوز الأخذ بالغالب، ولا ينشأ من هذا تحريم، لأنه خلاص هو هيشتريه في ذمته، بعدين ما نعرفش هنا كيف يسدد الثمن. قال هنا شبهة احتمال الحرام بعيدة. قال وهو شراؤه بعين مال الحرام، احنا طبعا لا نطلع أو لا يطلعون هم على كيفية سداد الثمن المؤجل. هذه معنى الشراء في الذمة، معناه أنه الشراء في الذمة ضد الشراء بالنقد يعني. فإذا اشترى يعني في الذمة، هم يعني عرفوا أنه يشتري الطعام ويسدد الثمن مثلا بعد أسبوع أو في آخر الشهر، يبقى كده يجوز لهم أن يأكلوا، لأنه عرفوا أن هذا الطعام مجهول الثمن، مجهول إيه؟ ما يعرفوش هل هو هيسدده من المال الحرام أو من المال الحلال. المال الحلال هنا اللي هو من ريع الوقف عليهم، والحرام انه لو اشترى من ريع الوقف الذي ليس عليهم، عشان تعرف معنى كلمة الحرام والحلال في المسألة دي بالذات. يعني يبقى اذا اشترى في الذمة يبقى هنا ما نعرفش، هنا السداد مجهول، يبقى هنا يجوز لهم ان يأكلوا، يبقى لأن شبهة الاحتمال، احتمال الحرام هنا بعيدة. الأصل الثالث أنه من أين يشتريه، اللي هو البائع اللي هيشتري منه، من أين يشتريه؟ فإن اشترى ممن أكثر ماله حرام لم يجز، وإن كان أقل ماله ففيه نظر قد سبق. شوف الورع ازاي، يعني لو واحد يعني اكثر ماله حرام
يبقى الإنسان لا يشتري من هذا الشخص البائع، يبقى لا يجوز لهم الأكل. إن كان بيشتري من واحد يتعامل بالحرام، أكثر ماله حرام، في الخبز، في اللحم، في أي نوع من الإيه من الطعام. وإن كان أقل مالي حرام وأكثر ماله حلال، يبقى هنا يجوز الإيه؟ يجوز الأكل. قال: وإذا لم يعرف حال البائع، قال جاز له الأخذ بأنه يشتريه من ماله الحلال. قال: أو ممن لا يدري المشتري حاله بيقين كالمجهول. يعني الإنسان حينما يشتري من أحد مجهول الحال، فالحلال ما جهل أصل خلاص، يعني يجوز الإنسان أن يأكل من البائع الذي لا يعرف حاله. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يدخلون الأسواق ويشترون ولا يعرفون البائع ماذا يصنع في ماله، وكانوا لا يسألون. قال: وقد سبق جواز الشراء من مجهول الحال، لأن ذلك هو الغالب، أن الإنسان لا يقدر على معرفة أحوال البائعين في الأسواق، لأن ده أمر طبعا مستحيل. قال: فلا ينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال بعيدة، يعني الإنسان لا يقف عندها. قال: الأصل الرابع، قال: أن يشتري الطعام لنفسه أو للقوم، اللي هم أصحاب الخنق الصوفية، يعني أن يشتري لنفسه أو للقوم، فإن المتولي والخادم كالنائب، يعني هو ينوب عنهم في الشراء، فهو يشتري لهم أو يشتري لنفسه. قال: وله أن يشتري له ولنفسه، ولكن يكون ذلك بالنية أو بصريح اللفظ، إذا كان الشراء يجرى بالمعاطاة فلا يجرى اللفظ. والغالب أنه لا ينوي عند المعاطاة، والقصاب والخباز ومن يعول عليه ويقصد البيع منه، لا ممن لا يحضرون، فيقع عن جهته ويدخل في ملكه. قال: وهذا الأصل ليس فيه تحريم ولا شبهة، يعني سواء اشترى الطعام لنفسه أو اشترى لهم، فالأمر سواء بالمعاطاة أو بغير المعاطاة، كل ذلك جائز. قال: ولكن يثبت أنهم يأكلون من ملك الخادم، يعني سواء اشترى الطعام لهم أو لنفسه، فمدام أعطاهم الأكل بطيب نفس فهو حلال، حتى لو أعطاهم من من الطعام المشترك بينه وبينهم، لأنه أحيانا يخلط بين طعامه وطعامهم، فهو مدام أعطاهم الطعام يبقى حتى لو أعطاهم من عنده فهو حلال، لأنه أعطاهم بطيب نفس، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، عليه الصلاة والسلام. قال: الأصل الخامس، أن الخادم يقدم الطعام إليهم، فلا يمكن أن يجعل ضيافة وهدية بغير عوض، فإنه لا يرضى بذلك، وإنما يقدم اعتمادا على عوضه من الوقف، فهو معاوضة، ولكن ليس ببيع ولا إقراض، لأنه إذا قدم لهم من طعام الوقف إذن فهو يقدم لهم حقهم، لأن الريع ده موقوف موقوف عليهم، فمش ممكن طبعا الخادم هيقول ده من باب الضيافة والإكرام أو من باب الهدية، لا، ليه؟ قال: لأنه هو لا يرضى بذلك،
وإنما يقدم اعتمادا على أنه يأخذ ثمن هذا الطعام وعوضه من الوقف، فهو معاوضة ولا وليس ببيع ولا قرض، يعني هو لا يبيعه لهم ولا يقرضه لهم. قال لأنه لو انتهض لمطالبتهم بالثمن استبعد ذلك، يعني هو مش ممكن طبعا هيقول لهم هاتوا ثمن الطعام اللي انتوا أكلتوه، هذا مستبعد طبعا، لأنه متأكد انه هذا الطعام من حقهم لأنه من ريع الوقف. قال وقرينة الحال لا تدل عليه، يعني لا تدل على المطالبة يعني. قال فأشبه أصل ينزل عليه هذه الحالة الهبة، الهبة اللي هي يسموها هبة الثواب، هبة الثواب، أعني قال هدية لا لفظ فيها من شخص تقتضي قرينة حاله أنه يطمع في ثواب، وذلك صحيح والثواب لازم. يعني كأن الطعام هذا هبة لهؤلاء القوم يأكلونه، لكن هبة يسموها هبة الثواب، يعني أن الآكل يرد يعني عوضا عن أكله، وعايز يقول يعني. قال وها هنا ما طمع الخادم في أن يأخذ ثوابا، يعني حتى لو قدمه على سبيل الهبة لكنه لا ينتظر رد هذه الهبة أو رد هذه الهدية. قال وها هنا ما طمع الخادم في أن يأخذ ثوابا فيما قدمه إلا حقهم من الوقف، يعني كأن عوض هذا الطعام يرجع إلى الخادم لو قدم من طعامه الخاص به، فهو يأخذ ثمنه من الوقف الذي عليهم. قال ليقضي به دينه من الخباز والقصاب اللي هو الجزار يعني والبقال. قال فهذا ليس فيه شبهة، إذ لا يشترط لفظ في الهدية ولا في تقديم الطعام وإن كان مع انتظار الثواب، ولا مبالاة بقول من لا يصحح هدية في انتظار الثواب. يعني حتى لو كان على سبيل الهدية إذا كان من طعامه هو، لكنه لا ينتظر ثوابا. ليه؟ قال لأنه يدفع ثمن الطعام من ريع الوقف، يبقى لا يخطر بباله أنه ينتظر منهم ردا لهذه الهدية التي قدمها من طعامه الذي هو ملكه. يعني ده في حالة ما إذا خلط طعامه بطعامهم، يعني اشترى لنفسه واشترى لهم، الشيخ بيمحص يعني هما لما يجي يأكلوا من ملك الخادم ولا من ريع وقفهم، ما فيش تمييز طبعا. هو بيقول يعني هو مدام قدم لهم وخلط طعامه بطعامهم يبقى هو لا ينتظر شيئا، وإنما هو على سبيل الهدية والهبة من غير انتظار رد لهذه الهدية، لأن الهبة والهدية كله بمعنى واحد، الهبة والهدية والعطية كله بمعنى واحد. يعني أحيانا الإنسان ينتظر ردها، رد المثل يعني، وإذا أحييتم بتحية فحيوا بأحسن منه، وأحيانا تكون الهبة أو الهدية والعطية دي لوجه الله تعالى، وكلاهما جائز، هبة الثواب والهبة لا لقصد الثواب يعني، دي جائزة ودي جائزة. ففي كلا الحالتين إذا كان يقصد الثواب هو بيأخذ الثواب من ريع الوقف، وإذا كان لوجه الله يبقى الأكل من هذا الطعام حلال ولا شبهة فيه. شوف التمحيص إزاي،
رضي الله عن السلف قال الأصل السادس أن الثواب الذي يلزم فيه خلاف، اللي هي لو كان على سبيل الفرض أن الطعام ده هدية ينتظر ردها أو ثوابها. قال طيب الثواب ده فيه خلاف، فقيل إنه أقل متمول، وقيل قدر القيمة، وقيل ما يرضى به الواهب حتى له ألا يرضى بأضعاف القيمة. والصحيح أنه يتبع رضاه، فإذا لم يرضى يرد عليه. قال وها هنا الخادم قد رضي بما يأخذ من حق السكان على الوقف. أنا عايز أقول إنه هبة الثواب، الثواب ده اللي هي رد مقابل الهبة، اللي هي دخل تحت قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. طب هل يرد المثل أو أقل أو أكثر أو أضعاف المضاعفة؟ قالوا فيه خلاف، يبقى له أن يرضى بأقل شيء. يعني هو أكل مثلا بخمسين جنيه، لو رد ليه عشرة عشرين يكفي، ما هو كل شيء من باب إيه؟ الرضا. يعني هو قدمه برضا وموله أن يقبل إيه؟ الرد برضا في الغالب يعني. وقيل يرد قدر قيمة الطعام أو قدر قيمة الهدية، لأنه بيتكلم على وجه العموم يعني، يرد قيمة الهدية، إن كانت الهدية بمئة يرد قيمتها برضو بمئة، أو يرد له ما يرضى به، يعني إن أعطاه شيئا ورضي به كفى. ليه؟ لأنه إذا لم يرضى به بيرد على صاحب، فلما مدي لك بألف جنيه تجيب لي بخمسمائة. أحيانا الناس يعني يتحاسبون في الهدايا دي، هدايا هبة الثواب دي بالذات، يتحاسبون حساب التجار، وتلقاهم بيكتبوا في دفاتر كده، يقول لك هنا وهبنا لك مثلا في العرس في الحج في أي مناسبة كذا وكذا وكذا، وانت رديت لينا كذا وكذا، يبقى احنا لينا عندك كذا وكذا. حساب الايه؟ التجار. واحيانا طبعا الناس الكرام مع بعض لا يقفون عند هذا، يعني ممكن يرد اضعافا مضاعفه، ممكن يرد اقل، ممكن يرد اكثر. فالكرام يعني لا يتحاسبون. اما الاشحاء دول عادي بيشتغلوا بالقسطاس المستقيم. انت جبت كذا واحنا ودينا لك كذا، يبقى لنا كذا. ممكن واحد طماع يقول لا انا وديت كذا، انا لا ارضى الا بايه؟ باضعاف مضاعفه. عشان انا فقير مثلا وانتوا اغنياء. ممكن. لكن الصحيح طبعا من اقوال اهل العلم انه يتبع رضا الواهب، ما دام رضي بالعوض خلاص، لانه اذا لم يرضى رد ايه؟ الثواب. قال انا مش عايز. قال وها هنا الخادم قد رضي بما ياخذ من حق السكان على الوقف، يعني الواهب أو الخادم يعني اللي هو خلط طعامه بطعامهم رضي بالعوض من الوقف، سواء كان كثيرا إيه أم قليلا. فإن كان لهم من الحق بقدر ما أكلوه فقد تم الأمر. يعني إذا أخذ هو من ريع الوقف قدر ما أكلوه يبقى تم الأمر. وإن كان ناقصا ورضي به الخادم صح، لأنه ممكن يقدم لهم طعاما كثيرا
يعني زي ما تقول لما هو خلط الطعام على بعضه وممكن يأكلون هم أكثر من حقهم، لكن هو رضي بذلك عن طيب نفسه، يعني قال صح ذلك. وإن علم أن الخادم أو إن علم أن الخادم لا يرضى لولا أن في يده الوقف الآخر الذي يأخذه بقوة هؤلاء السكان، فكأنه رضي في الثواب بمقدار بعضه حلال وبعضه حرام، والحرام لم يدخل في أيدي السكان، فهذا كالخلل المتطرق إلى الثمن، وقد ذكرنا حكمه من قبل، وأنه متى يقتضي التحريم ومتى يقتضي الشبهة، وهذا لا يقتضي تحريما على ما فصلناه. فلا تنقلب الهدية حراما بتوصل المهدي بسبب الهدية إلى حرام. يعني هو عادي لو رضي هو أن يأخذ من الوقف الثاني ما يعوضه عن طعام الصوفية الذي أكلوه، يبقى هو عادي الإسم عليه. يعني لو أخذ من ريع الوقف الثاني عشان يكمل ثمن الطعام اللي قدمه للصوفية، هم لا يعرفون، يبقى الإسم على مين؟ الإسم عليه هو، لكن هم لا شيء عليهم، يبقى الإسم هيرجع عليه لأنه هو المسؤول، وهم لا يعلمون، لا يعلمون مقدار ما أكلوا ولا ثمن ما أكلوا، لكن هو الذي يعرف. والسبب إن هو اشترى له ولهم، يبقى لو كمل من ريع الوقف الثاني وأخذ ثمن الطعام منه، يبقى ده هو الذي أخذ الحرام، لأنه المفروض ناظر يتورع ولا يأخذ من ريع الوقف الثاني ويطعم الناس. كل ذا علشان يبين هل أكل الصوفية من هذا الطعام حلال أو إيه أو حرام. الأصل السابع قال أنه يقضي دين الخباز والقصاب اللي هو الجزار والبقال من ريع الواقفين، فإن وفى ما أخذ من حقهم بقيمة ما أطعمهم فقد صح الأمر. يعني الأصل أنه يشتري لهم طعامهم من وقفهم، زي ما قلنا إيه، ما يخلطش بين الوقفين، لأنه ده مصرف وده مصرف. قال وإن قصر عنه، يعني الثمن ثمن الطعام، فرضي القصاب والخباز بأي ثمن كان حراما أو حلالا، فهذا خلل تطرق إلى ثمن الطعام أيضا، فليلتفت إلى ما قدمناه من الشراء في الذمة ثم قضاء الثمن من الحرام. هذا إذا علم أنه قضاه من حرام، فإن احتمل ذلك واحتمل غيره فالشبهة إيه؟ أبعد. يعني هنا طبعا بيقول أنه البائع الذي يعرف أنه يبيع لهذا الخادم اللي هو ناظر الوقف، إذا عرف أنه بيقضي من ريع الوقف الثاني، يبقى هنا الثمن أصبح حراما، فلو عرفوا ذلك ما أكلوا، وإن لم يعرفوا لأنه اشترى في الذمة بالأجل، يبقى إذن الشبهة هنا بعيدة خلاص، لأنه زي ما قلنا إيه القاعدة، الحلال ما جهل أصله. لكن إذا عرف أن الثمن حرام، ثمن الطعام، يبقى لا يجوز لهم إيه أن يأكلوا،
إذا اشترى في الذمة ولا يعرفون كيف يسدد، هل من وقفهم أو من وقف غيرهم، يبقى كده إيه المسؤولية عليه هو، المسؤولية عليه هو. قال وقد خرج من هذا الحاصل ده في المسألة أن أكل هذا ليس بحرام ولكنه أكل شبهة، يعني أكل فيه شبهة. قال وهو بعيد من الورع، لأن هذه الأصول إذا كثرت وتطرق إلى كل واحد احتمال، قال صار احتمال الحرام بكثرته أقوى في النفس. يعني لما يعني إذا كثر احتمال الحرام يبقى يتورع عن الأكل، لكن إذا كان الأكثر أن في الظن يعني أن السمن حلال جاز الأكل، يعني زي ما فصل الشيخ كده. يقول كما أن الخبر في السنة يعني الأحاديث إذا طال إسناده صار احتمال الكذب والغلط فيه أقوى مما إذا قرب إسناده. قال فهذا حكم هذه الواقعة. قال وهي من الفتاوى، وإنما أوردناها ليعرف كيفية تخريج الوقائع الملتفة الملتبسة، وأنها كيف ترد إلى الأصول، فإن ذلك مما يعجز عنه أكثر المفتين. طبعا ما حدش يقدر يفصل بالنسبة للأصول الفقه كما يفصل الشيخ أبو حامد الغزالي رضي الله عنه. ليه؟ لأنه هو طبعا يعني واضع أصول الشافعية، عالم أصول يعني. كل الكلام اللي بيتكلم ده بيتكلم عن أصول الفقه في المسألة. شوف ردها الأصول سبعة، لكن مفاده إنه إذا غلب الظن على أن ثمن الطعام حرام لا يجوز الأكل، وإذا غلب الظن على أن ثمن الطعام حلال جاز الأكل. أما إذا يعني كان شبهة، الشبهة قوية في الحلال وفي الحرام، يبقى وجوب إيه؟ الاجتناب، وجوب الاجتناب، لا يأكل من هذا إيه؟ من هذا الطعام. بعد كده عادي الباب الرابع، قال في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية. المظالم المالية يعني كيفية التوبة من ايه؟ من الأموال الحرام اللي هي جاءت عن طريق العقود الباطلة أو عن طريق الظلم كالغصب والسرقة وغير ذلك من الايه؟ من روافد المال الحرام، من روافد المال الحرام. واحد عايز يتوب إلى الله ماذا يصنع؟ ده اللي هيتكلم عنه إيه الشيخ في هذا الفصل يعني. لأنه أحيانا واحد بعد ما يغنى من الحرام ويملين ولا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، بعدين طب اللي تحت إيدك ده ها؟ يقول لك لا انسى انسى، وبعدين يعني تودي فين؟ ها؟ والذي خبث لا يخرج الا نكدة. ما انت ان ما تبتش منه وخرجت منه هيخرج منك غصب عنك، هذا حكم الله. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. يبقى لا يمكث في الارض الا الطيب، لا يمكث في الأرض إلا الطيب، ولا يثبت مع الإنسان إلا إيه؟ الحلال. فبيقول اعلم أن من تاب وفي يده مال مختلط
بين الحلال والحرام يعني، فعليه وظيفة في تمييز الحرام وإخراجه، ووظيفة أخرى في مصرف المخرج فلينظر فيهما. يعني هو عليه وظيفتان، الوظيفة الأولى يميز الحلال عن الحرام علشان يخلص منين؟ من الحرام ويأخذ الحلال. الوظيفة الثانية يعني أين ينفق المال الحرام، يصرف فين، دي برضو تحتاج إلى فقه برضو. قال النظر الأول في كيفية التمييز والإخراج، يعني كيف يميز المال المختلط اللي هو فيه حلال وفيه حرام. اعلم أن كل من تاب وفي يده ما هو حرام معلوم العين من غصب أو وديعة أو سرقة أو غير ذلك فأمره سهل، فعليه تمييز الحرام. خلاص، يعني مثلا غصب مالا واشترى به دارا أو اشترى به أرضا، يبقى ده معلومه، الثمن حرام والعين المشترى بها موجودة، يبقى ده سهل خلاص. وإن كان ملتبسا مختلطا، يعني عايز يقول إيه، لم يشتري به شيئا، هو طبعا غصب شيئا وباعه وخلطه بماله، أو سرق مالا وخلطه بماله، يبقى أصبح المال إيه؟ ملتبس ومخلوط. قال فلا يخلو هذا المختلط إما أن يكون في مال هو من ذوات الأمثال كالحبوب، يعني زي ما تقول عنده إيه، عنده زراعة قمح مثلا، واشترى بمال حرام قمحا وخلط هذا القمح على هذا القمح، ده يسموه العلماء إيه؟ المثليات. المثليات يعني 100 أردب بقمح هي 100 أردب بقمح، يعني لو واحد عنده 100 أردب بقمح حرام خلاص يشتري 100 أردب بقمح حرام ويتصرف فيها كما سنقول كيف يتصرف. فالحبوب والنقود برضو، النقود طبعا لما تختلط ما تعرفش تميز الحلال من الحرام، يعني واحد سرق 1000 جنيه وراح حاطه في حصالة الدكان في الخزنة، يبقى بيتوه طبعا 1000 جنيه الحرام وسط الآلاف الحلال. لكن على أي حال ده يسموه المثليات. المثليات والأدهان زي الزيت والسمن والدهن، ده برضو إيه، لما نخلط ببعضين ما نعرفش نميز الدهن الحلال من الدهن الحرام، السمن الحلال من السمن، الزيت الحرام من من الزيت الحلال لما يتخلطوا على بعض يعني. قال وإما أن يكون في أعيان متمايزة الحرام، يعني كالعبيد، ما الحرام اشترى به عبيدا أو دورا بيوت أو اشترى ثيابا، خلاص يبقى ده كده إيه، الأعيان دي معروفة مميزة. قال فإن كان في المتماثلات أو كان شائعا في المال كله، كمن اكتسب المال بتجارة يعلم أنه قد كذب في بعضها في المرابحة وصدق في بعضها، ده عايز يتكلم عن المال المختلط هنا، المتمايز خلاص ده انتهينا منه، المال الحرام المميز اللي اشترى به شيء معروف
ده خلاص يبقى كده ايه مميز، يبقى هيتخلص منه بسهولة يعني. لكن هنا عاد هو تاجر بيكذب ويصدق في المرابحة مثلا بالذات، يعني لما يشتري حاجة مثلا بألف جنيه يكذب يقول يعني مشتريها بألف ومية وعايز ربح فيها مية، يبقى في مية حرام هنا فين؟ في الربح، لأنه كده هيبيعها بإيه؟ بألف ومتين. في مية حلال ومية إيه؟ حرام، لأنه أضاف على أصل الثمن مية. بعدين بيع تاني اشتراها بألف وقال أنا عايز فيها مية فباعها بمية، يبقى دي حلال، لكن هو بيخلط إيه؟ الحلال على الحرام، يعني مرة يصدق ومرة إيه؟ يكذب. يبقى حصل خلط فين؟ في المال. أو من غصب دهنا وخلطه بدهن نفسه، يعني هو عنده دهن في البيت واشترى دهنا بثمن حرام أو بغش وخلطه إيه؟ بدهنه، يبقى مش هيقدر يميز بين الدهن الحلال من الدهن الايه الحرام. او فعل ذلك في الحبوب برضه، يعني هو عنده حبوب في البيت دخل الزرعة مثلا واشترى بمال حرام حبوبا وخلط الحبوب على بعضها، بيقول القمح كله مع بعض. وكذلك الدراهم والدنانير، قال فلا يخلو ذلك إما أن يكون معلوم القدر أو مجهولا. فإن كان معلوم القدر يعني ربع القمح نصف القمح ربع الدهن نصف الدهن في المال، مرة يكذب ومرة يصدق بيع كذا وبيع كذا، يبقى كده ايه المال نصفه حلال ونصفه ايه حرام، يبقى في تمييز هنا اهو. بيقول فان كان معلوم القدر ربع ثلث نصف ثلاثه ارباع، مثل ان يعلم ان قدر النصف من جمله ماله حرام فعليه تمييز النصف، يخرج نصف المال أو يخرج نصف الغلة أو يخرج نصف الدهن، خلاص لأنه عرف قدر الحرام، يبقى كده يقسم السلعة اللي معاه نصفين. قال فعليه تمييز النصف إذا كان عارف إنه الحرام نصف الحلال. قال وإن أشكل عنده، غالب الناس طبعا بيقولوا إيه إحنا والله ما نعرفش إحنا إيه عم نخلط من زمان، يعني ماشيين في الحلال وفي الحرام لكن إيه المقدار ما نعرفش، أحيانا نصدق كثير وأحيانا نكذب كثير، أحيانا كثير نغش وأحيانا كثيرا ما نغشش، يبقى كده في إشكال عادي، ما يقدرش يقول لك مش ممكن إيه أقدر أقول الربع أو النصف أو الثلاثة أرباع، يبقى في إشكال هنا. قال فله طريقان عادي، المال المشكل ده الغالب، خلي بالك الغالب الناس المخلطة في الحلال والحرام ما تعرفش الحلال من الحرام، ما تعرفش. أحدهما الأخذ باليقين والآخر الأخذ بغالب الظن، وكلاهما قد قال به العلماء. في اشتباه ركعات الصلاة، ونحن لا نجوز في الصلاة إلا الأخذ باليقين، فإن الأصل اشتغال الذمة فليستصحب ولا يغير إلا بعلامة قوية.
فهنا الأخذ باليقين عاد. يبقى هنا لو شك بين الثلث والربع يبقى هيبني على اليقين. يعني بمعنى ان هو عايز يقول ان ثلثي المال حرام والثلث الباقي يعني يا اما ربعه يا اما ربع يا اما ثلث. يعني عايز يقول ايه؟ هو شكه فين؟ في الثلث، هل هو الربع ولا الثلث الحرام؟ يبقى هنشيل السدس. يبني على اليقين زي ركعات الصلاة. مفهوم المسألة؟ يعني هو الثلثاي غالبا حرام، يعني متأكد انه حرام، لكن الثلث الباقي برضو عنده ايه؟ شك، هل هو الربع ولا الثلث؟ يبقى ياخد ايه؟ ياخد الربع، ياخد الربع ويحط السدس على الثلثين. ادي البناء على اليقين. ما احنا بنقول ايه؟ البناء على اليقين، وبرضو البناء على غالب الظن. فلو غلب على ظنه ان التلت حلال ياخذ التلت. ما كلمه الظن اللي هو يعني الظن الراجح، يعني هو بيرجح ان التلت ده ايه؟ حلال. فلو اخذ به بغالب الظن يجوز، لكن الشك مستوي الطرفين. هذا الفرق بين الظن والشك. الشك ايه؟ مش قادر يرجح الربع ولا التلت، يبقى هياخد الربع ويتخلص من الايه؟ من السدس ده ويحط على التلتاي. لكن اذا غلب على ظنه ان التلت حلال يجوز ان ياخذ بغالب الظن، لانه برضو غالب الظن ده رجحان، يبقى الراجح انه حلال، يمشي على غالب الظن. ما لم يكن هناك علامة مميزة. لو في علامة تخلي الشك موجود يبقى هيمشي على اليقين. قال ليه؟ قال لأن الأصل أن اشتغال الذمة اللي قال عليه الشيخ الدردير، قال لأن الأصل الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين. الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين. يعني أنا مثلا مستريح للربع، فما ينفعش أحط السدس عليه وأنا ذمتي يعني إيه؟ مش مستريحة. حطيت السدس لكن برضو ايه؟ زي ما قلنا ما زالت الاسم حزاز في القلب، اللي هي اللمبة الحمراء شغالة، برضو يقول لك انا برضو مش مستريح للتلت. خلاص؟ مادام مش مستريح للتلت يبقى ايه؟ القلب هو المفتي الاصلي. هنرجع ليه برضو، هنقول استفت قلبك. ما دام انت مش مستريح لانك تاخد الثلث يبقى غلط. ولذلك العلماء يقولوا ايه؟ ان الوسواس في المعاملات محمود وفي العبادات مذموم. الوسواس في المعاملات محمود احسن، اما الوسواس في العبادات مذموم، لانه في العبادات احيانا يخلي الانسان يترك العباده. طب احنا عايزين الوسواس ده اللي يخليك تترك العباده يخليك تترك الحرام. نوديه هنا ناحيه المعاملات يبقى محمود، لانه هو ابليس طبعا مش هيوديك للخير ده. مش هيوديك للوسواس في المعاملات. لكن هنا برضو هنا مش وسواس، هنا
اللي هو يعني حزازة القلوب، هي دي الأصل في المعاملات يعني. لأنه في ناس كثيرة يجي مثلا يجي واحد يقول لك أنا والله جاني مال ومش عارف يعني إيه، قلبي مش مستريح لي، يحكي مثلا السؤال يقول له لا ده حرام، يقول والله أنا قلبي قال لي ده حرام. شفت إزاي؟ يعني برضو ده واعظ الله في قلب المؤمن. خلاص، لكن لو قال له ده حلال برضو لازم يرجع لقلبه. يعني المفتي لو قال له هذا حلال يرجع إليه إلى قلبه. ليه؟ لأن الاسم حزاز القلوب، يحز في القلب تلاقي فيه ضيق. ما دام القلب فيه حزازة، قال عليه الصلاة والسلام البر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في الصدر، هي الحزازة دي. استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. يبقى هنا نستصحب اشتغال الذمة، نستصحب اشتغال يسموه علماء الأصول يسموه الاستصحاب، من أصول الفقه الاستصحاب، استصحاب الحكم. فالأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، والأصل أن الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين. فلا بد أن تبرأ ذمته في الطعام أو في المال، يأخذه أو لا يأخذه. وبعدين هو يعني بيقول إنه برضو القياس على أعداد ركعات الصلاة فيه شيء يعني، يقول وليس في أعداد الركعات علامات يوثق بها، يعني لأن الركعات كلها واحد. إيه الدليل مثلا على أنك أنت نسيت الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ ما تعرفش، الركعات كلها إيه سواء. قال وأما هنا فلا يمكن أن يقال أن الأصل أن ما في يده حرام، بل هو مشكل. يعني ما نقولش أن الأصل هنا الحرمة، أنه اللي في اليد حرام، لا، إن هنا الأصل اللي في اليد مشكل، بس في إشكال، هو شاكك الربع ولا الثلث. بس قال فيجوز له الأخذ بغالب الظن اجتهادا، لأنه ناوي التوبة. ما دام ناوي التوبة وإخراج الحرام، يبقى لو بنى على غالب الظن يبقى هو بريء خلاص. وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله إيه؟ أجران. هو اجتهد في تخليص ماله من الحرام، تأكد من الثلثين، والثلث إن كان غالب ظن أنه حلال بنى عليه اجتهادا. لكن إذا كان عنده شك بين الربع والثلث يبقى خلينا فيه في الربع ويتخلص من السدس، وده أحسن طبعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والعلماء أسسوا قاعدة تقول إيه القاعدة دي؟ تقول من زهد في شيء حرام ملكه الله إياه في الحلال. ها؟ خلي بالك، من زهد في شيء، ما الزهد الإعراض عن الشيء لحقارته، من زهد في شيء حرام يعني أعرض عن الحرام، قال أنا مش عايزه،
أو ملكه الله إياه في الحلال. العلماء قالوا الكلام ده عن تجارب طويلة في الزمن، تجارب واقعة. كل اللي يزهد في شيء حرام يرجع يملكه في الحلال، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال ولكن الورع في الأخذ باليقين، يعني إن أخذ بغالب الظن هو بريء. قال ولكن الورع في الأخذ باليقين، زي ما قلنا إيه، إذا كان غالب ظن الثلث حلال له أن يأخذها، لكن لو قال أنا هأخذ الربع زيادة في التحري، قال كان أحسن، يبقى ورع. قال ولكن الورع في الأخذ باليقين. قال فإن أراد الورع فطريق التحري والاجتهاد ألا يستبقي إلا القدر الذي يتيقن أنه حلال، اللي هو الربع زي ما قلنا، هو عند الربع يقين والثلث غالب ظن، يعني مرجح أنه حلال. لا، اللي عنده عاد ورع هيقول إيه، أنا هأخذ اليقين فقط، أخذ إيه اليقين، وربنا هيعوضني في السدس اللي أنا إيه أتركه. يقول وإن أراد الأخذ بالظن، الظن الراجح، فطريقه مثلا أن يكون في يده مال تجارة فسد بعضها، تجارة فسد بعضها يعني مخلوطة بحرام، فيتيقن أن النصف حلال وأن الثلث مثلا حرام، ويبقى سدس يشك فيه فيحكم فيه بغالب الظن. إذا حكم فيه بغالب الظن وأخذ النصف له ذلك حلال يعني، لكن الورع أن يأخذ السدس، يأخذ السدس ويترك السدس، ده الورع. لكن لو أخذ بالغالب، بغالب الظن له ذلك ولا شيء فيه. يعني شوف التمحيص ده لا تجده في أي كتاب غير أبي حامد الغزالي رضي الله عنه، يعني لما يفصص حاجة ويشرحها ما تلاقيش وراه نملة أبدا، سبحان الله. وده طبعا من إيه، من صوفيته، لأنه من الصوفية. الصوفية عندهم نورانية لا توجد في غيرهم. قال وهكذا طريق التحري في كل مال، في كل مال مخلوط، وهو أن يقتطع القدر المتيقن من الجانبين في الحل والحرمة، التلت والتلتاي، بالنصف والنصف، يبقى يأخذ المتيقن، واللي فيه غالب ظن يبقى من الورع تركه ويجوز أخذه. واضح المسألة. قال والقدر المتردد فيه إن غلب على ظنه التحريم أخرجه، هياخد بغالب الظن، وإن غلب الحل جاز له الإمساك والورع إخراجه. برضو لو غلب على ظنه الحرمة يأخذ بغالب الظن،
وانغلب على ظنه الحل يأخذ بإيه؟ بغالب الظن. لكن المتيقن ده متفق عليه يأخذه. قال وإن شك اللي هو مستوي الطرفين يعني شك في قدر ما من المال جاز الإمساك والورع إخراجه. والورع إخراجه. قال وهذا الورع آكد لأنه صار مشكوكا فيه. قلنا المشكوك اللي هو مستوي إيه؟ الطرفين. فهنا الراجح الورع في المشكوك. لكن المظنون يعني يجوز له الأخذ والورع إخراجه لكن ليس بواجب. الورع هنا ليس إيه؟ ليس بواجب. قال وجاز إمساكه اعتمادا على أنه في يده فيكون الحل أغلب عليه اللي هو المظنون المشكوك فيه. وقد صار ضعيفا بعد يقين اختلاط الحرام. يعني عايز يقول ان الملكية يكون تحت يده ترجح الحل لكن لما في حرام مخلوط ضعف الايه ضعف اليقين. يبقى الافضل ايه زي ما قلنا الوسواس هنا محمود. ويتأكد الإنسان دايما لما يترك حرام يعني يوقن بأن الله سيعوضه خيرا منه لأن ده وعد وعد على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. من ترك شيئا لله إيه؟ عوضه الله خيرا منه. ويحتمل أن يقال الأصل التحريم ولا يأخذ إلا ما يغلب على ظنه أنه حلال وليس أحد الجانبين بأولى من الآخر وليس يتبين لي في الحال ترجيح. قال وهو من المشكلات. يعني ده لما يكون واحد عاد عنده ورع أكثر من طول ما عنده شك يبقى الأفضل التخلص منه. هذا هو الأفضل لأنه هنا ليس أحد الجانبين بأولى من الآخر. بدل ما رجح أنه حلال طب ما رجح أنه حرام واخلص علشان برضو ما القلب ما إيه ما يقعدش يقلق لأنه القلب برضو حساس. الإسم في القلب حساس. فبدل ما هو يقول لك انا مش مستريح خلاص ما دام مش مستريح يبقى خليك في ايه خليك في اللي تستريح ليه. دع ما يريبك كما قال عليه الصلاه والسلام الى ما لا يريبك فان الصدق طمانينه والكذب ريبه هكذا قال عليه الصلاه والسلام. بعدين بيقول فان قيل سؤال يعني لو أحد سأل سؤال قال هب أنه أخذ باليقين لكن الذي يخرجه ليس يدري أنه عين الحرام في المال المخلوط يعني أو في المثليات يعني إن كان دراهم دنانير دهن قمح أي شيء من الأشياء المخلوطة يعني فلعل الحرام ما بقي في يده فكيف يقدم عليه. هو بيسأل سؤال يعني يقول إن واحد سأل سؤال وقال جانا منين إحنا إنه اللي أخرجناه ده هو إيه الحلال وبقي في أيدينا الحرام نعرف منين. يقول ولو جاز هذا لجاز أن يقال إذا اختلطت ميتة بتسع مزكاة بتسع مزكاة فهي العشر. يعني الميتة تساوي إيه؟ العشر. فله أن يطرح واحدة أي واحدة كانت
ويأخذ الباقي ويستحله، ولكن يقال لعل الميتة فيما استبقى. اللي عرفنا انه اللي احنا بعدناها دي مزكاه، وما زالت الميتة فين؟ وسط التسعة. احنا مش قادرين نميز، يعني زي ما تقول ايه، العشرة مقطعة الرقاب يعني مذبوحة، لكن فيهم واحدة ميتة مذبوحة بعد ما ماتت. طيب دول تسعة وفيهم والعاشرة ميتة، لكن أين هي؟ ما احنا مش عارفينها. طيب لو نحينا واحدة وخدنا تسعة، طب ممكن يكون نحيناها دي مزكاة وما زالت الميتة وسط التسعة. قال بل لو طرحت تسعة برضه نعكسها. طيب طرحنا التسعة واستبقينا واحدة، قال برضو ما ينفعش، الاحتمال ان تكون هي دي الحرام. وطرحنا التسعة الحلال، هي يعني المسألة تمشيها كده وتمشيها كده، يعني عايز يقول ان الشك والظن موجود على كلا الحالتين. قال فنقول هذه الموازنة، يعني عايز يقول لا تصح اصلا، يعني يقول كانت تصح لولا أن المال يحل بإخراج البدن لتطرق المعاوضة إليه، وأما الميتة فلا تتطرق المعاوضة إليه. يقول فليكشف الغطاء عن هذا الإشكال بالفرض في درهمين معين اشتبه بدرهم آخر. يعني هي طبعا المقارنة دي لا تصح، يعني كونك تقارن المال المخلوط بحلال وحرام مع الميتة المخلوطة بالإيه بالمزكاة، هنا ما فيش تقابل يعني. لأن مثلا نقول فيه درهمان، في درهم معين اشتبه بآخر، درهم حلال ودرهم ايه حرام، درهم حلال ودرهم حرام. قال في من له درهمان أحدهما حرام قد اشتبه عينه، وقد سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن مثل هذا فقال يدع الكل حتى يتبين، يعني يدع الدرهمين حتى يتبين. الإمام أحمد طبعا شديد الورع، يعني حتى العلماء يعني غير الإمام أحمد يقول لك يعني أنه النقود لا تراد لأعيانها، المهم انه في درهم حلال ودرهم حرام، لكن تمييز ده عن ده امر بعيد، يعني الا اذا حطينا له مثلا علامة تميزه، لكن فين العلامة؟ ما فيش علامة. فالإمام احمد قال يدعو الكل حتى يتبين، وقد كان وكان قد رهن آنية مثلا، برضو بيضرب مثال تاني، واحد دفع إناء رهن فلما قضى الدين حمل إليه المرتهن آنيتين إناءين، وقال لا أدري أيتهما آنيتك، الاثنين زي بعض، أنا مش عارف إناءك ده ولا إناءك ده. قال فتركهما، الراهن ترك الإناء ده والإناء ده، فقال المرتهن هذا هو الذي لك، وإنما كنت أختبرك. قال فقضى دينه ولم يأخذ الرهن. قال وهذا ورع، ولكن نقول إنه غير واجب، يعني اللي يترك الإناءين أو الدرهمين ده ليس بواجب،
لأنه هو الأصل أنه ليه درهم وليه إناء، فلو أخذ درهمه أو إناءه يبقى خلاص يعني ترك الحرام وأخذ الحلال، ما هو 50% حلال و 50% حرام، يبقى خلاص. والدرهم لا يراد العين ولا الإناء، يعني لو واحد مثلا له حلة من نحاس ورهنها ودكا جاب له حلتين من نحاس، قال له إيه أنا مش عارف إيه أنهي فيهم، فهو من ورعه قال أنا أترك الحلتين مش عايز حاجة خلاص، خد الدين ومع السلام. قال لكن هذا ليس إيه، ليس بواجب. فالإمام أحمد أفتى بالإيه، يعني زي ما تقول بالورع. طبعا يعني تعرف الإمام أحمد لما سألته أخت بشر الحافي وقالت تمر بنا مشاعل الظاهرية، اللمبات اللي بتنور، فبتنور عندنا البيت، فيجوز أن نغزل في الشعاع بتاعها. يا سلام. قال لها من أنت؟ عافاك الله عرفها، قالت أنا أخت بشر الحافي صاحب الإمام أحمد، عارفه طبعا. فقال لها من بيتكم يخرج الورع، لا تغزلي في شعاعه. لا تغزلي في شعاع المشاعر. هي لو غزلت ما فيهاش حاجة، هي تقدر تمنع الشعاع. جماعة معدين كده وبينوروا البيت هم ماشيين، وبتغزل في الشعاع بتاعها زي شعاع القمر. لكن شوف شوف الورع الشديد رضي الله عنه. يا سلام. ولذلك في مسألة الذهب، بيع الذهب بالذهب، يعني القديم بالجديد، الإمام أحمد لما سئل قال يبيع الذهب لصائغ ويقبض الثمن القديم، ويخرج ويخرج بعيدا عن الدكان ويسأل عند صائغ آخر ليشتري منه، فإن لم يجد طلبته رجع إلى الصائغ الأول واشترى منه. يعني ما اكتفاش إنه إيه يبيع القديم ويقبض ثمنه في الحال وبعدين يبدأ يشتري الجديد. شوف الورع الشديد بتاع الإمام أحمد، قال لا يقبض ويخرج ويدور، إما لقيش يرجع للصائغ الأول. لكن عند باقي العلماء يعني خلاص الايه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فقال هنا التفرق بالاقوال ولا بالاجسام. فالامام احمد طبعا عند جمهور العلماء التفرق بالاقوال، يعني ما دام العقد الاول خلص خلاص، بعت اشتريت اخذت الثمن انت اخذت المثمن، يبقى الافتراق بالاقوال خلصت. بعد كده هنبدأ نعقد صفقة جديدة، أعطيني مثلا كذا وكذا وكذا، فيعطيه فيعطيه السماء، ما فيش مشكلة. لكن شوف الإمام أحمد قال إيه، عايز التفرق بالأجساد يعني. وده كان فعل سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر لما كان يبيع شيء زي كده، أي سلعة يعني رضي الله عنه، كان يمشي ويرجع مرة أخرى ثاني عشان يحصل الافتراق، يحصل الافتراق بين البائع والمشتري، فسر يعني الافتراق بالجسم. والإمام أحمد مش على هذا، وده من باب الورع يعني. نعم. ده رد على ايه، على من يقول انه يعني لو اخرج المتماثل يعني احتمال يكون اخرج الحلال وابقى الحرام، زي اللي هو ايه يترك واحدة من عشرة، يقول لحسن يكون ايه يعني اخرج الشاه المزكاة وما زالت الميتة وسط التسعة، لكن برضو ده ايه
يعني هذا طبعا من باب الورع، لكن الجواز انه ما دام تخلص من واحدة يبقى خلاص ايه، لان ده الامر مبني على غالب الظن، مبني على غالب الظن. قال فلنفرض المسألة في درهم، بيفرضها تاني هم في ما له مالك معين حاضر، يعني درهم واحد صاحبه موجود، فنقول إذا رد أحد الدرهمين عليه ورضي به مع الحلم بحقيقة الحال حل له الدرهم الآخر. لأنه لا يخلو إما أن يكون المردود في علم الله هو المأخوذ فقد حصل المقصود، وإن كان غير ذلك فقد حصل لكل واحد درهم في يد صاحبه. يعني لما يقول واحد إيه أخذ درهما من واحد غصبه منه ثم يعني وضعه في جيبه وبعدين رد إليه إيه درهما، فممكن يكون رد ليه الشيء المغصوب، ممكن يكون رد واحد غيره مش بتاعه. يعني ده كله ده من يعني ده تمحيص من باب الورع من الإمام أبي حامد رضي الله عنه، لكن هو عند جمهور العلماء أنه الأموال لا تراد لعيانه، يعني الدرهم هو الدرهم أي درهم، يعني زي ما أنا أديك 200 جنيه زي ما أديها لك 200 100 و100 زي ما أديها لك 4 50ات ما هي هي، لكن هو بيتكلم عن الورع في ذلك. أو أن الدراهم والدنانير يعني زمان كانت بتفترق في الوزن، تفترق في إيه الأوزان، لأن زمان كان فيه جماعة زي ما تقول يعني حريفة يجيبوا الدراهم والدنانير دي في البيوت ويحكوها، يحكوها علشان يعمل منها تبر، يعمل منها تراب، تراب ذهب وتراب فضة، يعني يجيب زي الايه المستحد بتاع اللي بيطيبوا عليه السكاكين ده الخشن ده، ويجيب الدراهم الفضة دي ايه ويمشيها كده ايه، لو عنده 1000 درهم مثلا او 1000 دينار ذهب كل درهم كده يديله يحكه مرتين ثلاثة، ينزل ايه واحد تاني حريف ياخده برضه وهكذا، تيجي توزن انت الدرهم بعد كده او الدينار تلقاه ناقص. وهو الجماعة اللي ربنا غضب عليهم قوم مدين، اهل مدين لما قوم سيدنا شعيب وإلى مدين أخاهم شعيب، كانوا بيعملوا كده في الدراهم والدنانير، يعني أحيانا يقطعوا منها قطع يعني صغيرة جدا، وأحيانا إيه يحكوها في حتى يقل وزنها، ويبيع التراب الذهب التبر ده، يبيع تراب الذهب وتراب الفضة يجيب فلوس كتير. بعدين لما واحد يكون عنده فلوس كثيرة جدا ممكن يعمل له 2 كيلو مثلا ايه من التراب ده من حيث لا يشعر احد، والدراهم داخلة طالعة، بس ايه عند الحريف ده الدرهم يخش كامل يطلع ناقص. ان كان وزنه 8 جرام يطلع 8 إلا ربع، فلما ياخد ربع جرام من كل دينار، شوف عاد لما يحك مثلا 1000 دينار شوف يجيب كام، يجيب له 2.5 كيلو وهكذا. فهو الظاهر يعني الشيخ بيتكلم عن كده، يعني الشيخ ابو حامد بيتكلم عن ان الدراهم والدنانير دي احيانا بيخشها الايه نقص الوزن، يبقى اذا اللي هياخد من واحد درهم او دينار لازم يرده ايه بعينه، عايز يقول يعني لازم يرده بعينه، لربما كان زائدا او ايه او ناقصا.
قالوا إن كان غير ذلك فقد حصل لكل واحد درهم في يد صاحبه. فالاحتياط شوف أن يتبايع باللفظ، عايز يقول يعني يعني ده يقول له ايه، بعتك هذا الدرهم بدرهم اخر، يديه درهم، ده الحل يعني عشان يخرج من ايه، من انه يرد له الدرهم بتاعه، ده يبيع وده ايه يشتري. قال في الاحتياط ان يتبايع باللفظ مش بالمعاطاه كمان، فإن لم يفعلا وقع التقاص والتبادل بمجرد المعاطاة، وإن كان المغصوب منه قد فات له درهم في يد الغاصب وعسر الوصول إلى عينه واستحق ضمانه، فلما أخذه وقع عن الضمان بمجرد القبض، وهذا في جانبه واضح، فإن المضمون له يملك الضمان بمجرد القبض من غير لفظه، والإشكال في الجانب الآخر أنه لم يدخل في ملكه، فنقول لأنه أيضا إن كان قد تسلم درهم نفسه فقد فات له أيضا درهم في يد الآخر، فليس يمكن الوصول إليه، فهو كالغائب، فيقع هذا بدلا عنه في علم الله إن كان الأمر كذلك، ويقع هذا التبادل في علم الله كما يقع التقاص، لو أتلف رجلان كل واحد منهما درهما على صاحبه، بل في عين مسألتنا برضو لو ألقى كل واحد ما في يده في البحر، كل واحد ألقى الدرهم، ده ألقى درهم وده ألقى درهم، أو قال أحرقه، طبعا الحرق بيخلي ده أسود وده أسود، ده يميز إيه بينهم، كان قد أتلفه ولم يكن عليه عهدة للآخر بطريق التقص، فكذلك إذا لم يتلف فإن القول بهذا أولى من المصير إلى أن من يأخذ درهما حراما ويطرحه في ألف درهم لرجل آخر يصير كل المال محجورا عليه لا يجوز التصرف فيه، وهذا المذهب يؤدي إليه، فانظر ما في هذا من البعد، وليس فيما ذكرناه إلا ترك اللفظ والمعاطاة بيع، ومن لا يجعلها بيعا فحيث يتطرق إليها احتمال، إذ الفعل تضعف دلالته، وحيث يمكن التلفظ ها هنا هذا التسليم والتسلم للمبادلة قطعا، والبيع غير ممكن لأن البيع غير مشار إليه ولا معلوم في عينه. قال وقد يكون ممن لا يقبل البيع، كما لو خلط رطل دقيق بألف رطل دقيق لغيره، وكذا الدبس، الدبس اللي هو عسل التمر والرطب وكل ما لا يباع البعض منه بالبعض، يعني هو جاب الحل في الدراهم والدرهمين بالإيه؟ بالمبايعة، بالإيه؟ بالمبايعة، علشان يخرج من الظلم، يعني لو كان فيه نقص في وزن الإيه؟ في وزن الدرهم، قال إما مبايعة أو مبادلة، فالمبادلة جائزة، يسموها المبادلة والمراطلة والبيع، اللي هو يعني دينار بدينار أو درهم بدرهم، عشان يخرج من مسألة الإيه؟ رد العين، رد عين الدرهم المغصوب، شوف الـ الـ الورع وصل لحد فين رضي الله عنه. نتوقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، نجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب.